وشفت ابني وقعدت معه شي تقريبا الساعة والنص يا عيني، وكتير الشباب كانوا منيح معي. بس بوميلك التلة طلب مني رسالة من بوميلك التلة. بوميلك التلة ليس هو ما انه عم بيقولوا انه موجود بهالسيل يا حوب الجرود، واجا لعنا وقعد معنا وطلب وصل هالرسالة. مطالب عنده بده النسوة تبعونه، وبده عباس ابراهيم انه قال ما في تفاوض بالملف، هذا اللي كان عم يقوله. ومن ناشد اشرف ريفي انه يحط ايده بهذا الملف وينهي ملف هالعسكرين، لانه سادرين الازايف عم تنزل حده والصواريخ عم تنزل حده. انتو هونيك سمعتوا صوت قذائف وصواريخ؟ نحن قاعدين نزل صاروخين، انا قبيت باربعتي لاني انا متلوعة من اول مرة.